عسلامتكم. اليوم باش نقراو على ديفلوبمون تاع لي سيل تي، دونك كيفاش يتكونوا لي سيل تي. اول حاجه وين، دونك وين في التيموس، هوني في ماكروسكوبيك اللي هي دونك جوست كرتون التيموس، اللي هو يبدا ستكتور كبيره عند عند البيبي، وبسيسه بسيسه يقعد صغار لين يولي حكايه ترى. دونك الستكتور السيولوجيك نتاعو هو متكون من دي سيلول ابيثيليال، وكل هذه سيلول ابيثيليال وفيه كورتكس وميديولا اللي هما عندهم امبورتونس فونكسيونيل. باه نقطه نفهموا بعض شنو. دونك اول حاجه شوفوا شنو هما لي زوبجيكتيف، شنو هو الاوبجيكتيف من الفورماسيون تاع سيلول تي. احنا في الاخر لازمنا نخرجوها، كيفاش لازمنا نخرجوها؟ باه اول حاجه السيلول تي عليها هذه التسير، دونك تي سيل ريسبتور اللي فيه شين الفا وشين بيتا. باه الشين الفا وشين بيتا هذه فيها هذه الفوقانيه ريجيون فاريابل اللي هي باش تعرف لي على الانتيجين. ولكن لاحظوا بوان مهم برشا، انه مش التسير مش سولمون لازمو جوست يتعرف على الانتيجين هذايا، مي لازمو يتعرف على البلاتو، لازمو البلاتو يعرفو. اذا كان ما يعرفش البلاتو زيد ما ينفعني لحد شيء هالتسير هذا. اوكي دونك لازمو يتعرف لي على هالانتيجين اللي باش يحطو في الحفرة هذه، ولكن لازمو يتعرف لي على هالبلاتو. وهذا فرق كبير ما بين التسير والانتيكور، خاطر الانتيكور ما عندوش بلاتو، دونك جوست لازمني نحضر انتيكور يتكيلي لي فيروس ولي بكتيري نتاع الدنيا ما غير ما يتكيني انا. سامبل التسير لازمو من جهه يتعرف على لي زونتيجين نتاع الدنيا الكل، تاع لي فيروس تاع لي بكتيري ما يتكينيش انا، ولازمو يتعرف على الام اتش سي، دونك اوبجيكتيف زايد عندي. اوكي باه دونك التصويره هذه توضح البرانسيب نتاع الام اتش سي ريستريكشن، دونك ريستريكشن ام اتش سي، انه باش السيلول تي تصير لها اكتيفاسيون لازم ان بيبتيد اترونجي مش تبعك انت بريزونتي على ام اتش سي نتاعك. دونك هوني فرق كبير، دونك لاحظوا هوني لازم كيما نقولوا الصباط يوالم دونك الساق. دونك هوني عندك البيبتيد لازم تسير قدو، لازم عندك الهاش لام نتاعك اللي هو دونك هوني بالاصفر. اذا كان الهاش لا مش دونك ما يتعرفش على الهاش لا ويتعرف على البيبتيد ما تصيرش اكتيفاسيون، واذا كان يتعرف على الهاش لا وما يتعرفش على البيبتيد ما تصيرش اكتيفاسيون. دونك هذاك علاش لازم يتعرف لك على البيبتيد اترونجي على الهاش لا نتاعك. دونك الهاش لا نتاعك شنو ما قداش عندك من تيب نتاع الهاش لا وفيت في كانك اتيروزيغوت دونك عندك 6 تيب على الاقل، 6 تيب نتاع ام اتش سي تيب 1 اذا كانك اتيروزيغوت، و 6 تيب نتاع مولكول ام اتش سي تيب 2 اذا كانك اتيروزيغوت مره اخرى. دونك المهم لازم تعرف لي على واحده منها من ها 6 انواع من ام اتش سي تيب 1 ولا من ها 6 انواع من ام اتش سي تيب 2، لازم تعرف لي على كعبه منهم. دونك هذيك علاش دونك السيلوتي باش تتعدى بزوز انواع من الفلتراسيون، باش نفلت نعملوا لها دو فلتر. الفلتر الاول نسميها بوزيتيف سيلكشن، بوزيتيف سيلكشن باش نفلتر لي سيلول اللي هما يتعرفوا لي على الموليكول نتاعي ام اتش سي. بمعنى اذا كان سيلول تتعرف لي على الموليكول نتاعي تاع الام اتش سي كوسوا اي كعبه منهم من السته اللي حكينا عليهم امورها بريغلا، نعطيها باس دونك تنجح في الاكزام تاعها. اذا كان ما تتعرف ليش على اي تيب ما حاشيش بها السيلول هذيا تموت، دونك بوتونسيلمون السيلول هذيا تنجم تسبب لي مشاكل دونك نقتلها. البروسيس جي ان فوا عملت البوزيتيف سيلكشن نتاعي نجحتها، خاطرها هي تعرف على السيلف تتعرف على الموليكول ام اتش سي نتاعي. باش نعمل البروسيس نتاع نيجاتيف سيلكشن، نيجاتيف سيلكشن هو الفلتر الثاني اللي باش نحي به اي سيلول تتعرف لي على لي زونتيجين نتاعي، خاطر ما نحبش نخرج سيلول اللي هي تتعرف على لي زونتيجين نتاعي. ولاحظوا ان التيموس معسكر تدريبي تري ستريكت، تري ستريكت لدرجه انه يقولوا انه باللي لامفوسيتي يدخلوا للتيموس اللي هما جايين من الموال، خاطر هو يعمل فورماسيون تاع لامفوسيتي بعد ما كمل الفورماسيون تاع الموال، دونك يعمل فورماسيون ثانيه. يقولوا انه على 10 كعبات لامفوسيتي يدخلوا لك
كعبة بركة تنجح في اللي زيك زمان هذوما. دونك مش حياة سهلة بالنسبة للانفوسيتي، بك تعدى بالبوزيتيف سيلكشن والنيجاتيف سيلكشن، مش نحيو باش دي الانفوسيتي، وهذه حاجة باهية على خاطر الانفوسيتي كما فهمنا قبل هما لي شيف سيرفيس نتاع الميونيتي، وما نحبوش لي شيف سيرفيس نتاعنا يكونوا مشومي، لازم نكونوا باهين على خاطر الانفوسيتي كانوا جا اوتو ايمون باش اكتيفي لي الماكروفاج، باش اكتيفي لي الانفوسيتي، باش اكتيفي لي المشاكل كل نتاع الميونيتي. دونك هو لنفس دونك السيلول كلي تاع الميونيتي لازم لي نحرص ان هو يخرج لي من ريجل، حتى ولو كان الثمن نتاع هذايا اني مش نضحي برشا دي سيلو ما يسالش به. دونك كيما حكينا البوزيتيف سيلكشن والنيجاتيف سيلكشن. رمارك اخرى هو انه كيفاش نصنعوا التي سي ار هو بالضبط كيما نصنعوا لي زونتيكور. دونك كيما حكينا فاستر ري ارانجمون جينيتيك، وين كوما نعملوا ري ارانجمون جينيتيك نتاع الهيفي تشين واللايت تشين، نفس البرينسيپ اس ابليك في التي سي ار. كيفاش التي سي ار؟ الشين بيتا تاخذ بلاصه الهيفي تشين، تقول الهيفي تشين، والالفا تاخذ بلاصه اللايت تشين تو سامبلومون. معناتها البيتا باش نعملوا لها ري ارانجمون جينيتيك نتاع هكا الفي دي جي، والالفا باش نعملوا لها جوست الفي والجي. اوكي، اذا كان نسيت الفازه ذكر انه بيتا، دونك بيتا تشبه دي، دونك فيها في دي جي دي به. دونك هذاك كيفاش باش نصنعوا انجينيريو قداش من لامفوسيتي. دونك اون فوا يدخل التيموس اللامفوسيت اللي هو سي، معناتها باش يولي لامفوسيتي، ليتاب الاولى هو باش يصنع لي تي سي ار نتاعو. باش يصنع لي تي سي ار نتاعو في البروسيسوس ان يصنع تي سي ار نتاعو، باش يبدا هاللامفوسيت هذا يسميه دوبل نيجاتيف. اش معناتها دوبل نيجاتيف؟ معناتها لا اكسبريمي لا سي دي 4 لا سي دي 8. سي دي 4 و سي دي 8 كي نجيو نشوفو على الممبران نتاعو ماهمش موجودين، هذا اش معناتها دوبل نيجاتيف. ليتاب الجايه باش نسميوها باش نشوفو دوبل بوزيتيف. دونك دوبل بوزيتيف معناتها باش يخرج سي دي 4 و باش يخرج سي دي 8. علاش زعما يخرج سي دي 4 و سي دي 8؟ على خاطر اون فيت هاللمفوسيت تي مازلنا ما نعرفوهاش اسكو باش يكون سي دي 8 سيتوتوكسيك ولا سي دي 4 تي هيلبر. دونك ما نعرفوش اماتي باش يكون، ما نعرفوش شنو الاختصاص اللي باش ياخذو. دونك بويسكو ما نعرفوش شنو الاختصاص باش ياخذو، باش نعطيوه الزوز تقول له خذ اي سي دي 8 خذها جربها تمشي شي معاك، وخذ السي دي 4 جربها تمشي شي معاك. في حاله انه اللمفوسيت تي هذا تعرف على موليكول ام اتش سي تيب ا، عمل هيك بوزيتيف سيلكشن اتعرف على موليكول بتاع ام اتش سي تيب ا، وقتها يختص، وقت يولي سي دي 8 بلس، ينحي هيك السي دي 4 يطيشها برا ويقع سي دي 8 بلس يولي سبيسياليتي نتاعو. دونك سي دي 8 سيتوتوكسيك. واذا كان اللمفوسيتي تعرف على موليكول ام اتش سي تيك 2 وقتها يختص يولي تي هيلبر، السي دي 8 ما عادش حاجتو بها خاطر سي اختص، يولي لمفوسيت سي دي 4 تي هيلبر. كما بالضبط انت كي تدخل للميدسين تقرا لي سبيسياليتي الكل، تقرا كاسترو كارديو كذا، وين فوا مثلا تخرج كارديولوج اون جينيرال العباد اش يعملوا؟ ينساو الكاسترو، ينساو الماتو، ينساو كل شيء، ويقعدوا عندهم الكارديو نتاعهم. افكتيمو هكا لنفسيت اش تعمل، تهز على الاول تهز معاها الكاسترو وتهز معاها الكارديو وتشوف روحها اش تحب، اسكو تحب كارديو اسكو تحب كاسترو. اذا كان اختارت ان هي تولي كاسترو طيش الكارديو تنسى، هكا اش تعمل لنفسيتي بالضبط ما. دونك هوني البروسيسوس وين تتعدى بهم. دونك هي تدخل في الجونكسيون كورتيكو ميدولير ما بينات الكورتيكس والميدولا، اللمفوسيتي اللي هي مازالت ما تكونتش، تتعدى بالبروسيسوس، تتعدى بالاول حاجه تصنع التي سي ار نتاعها بالفاز نتاع ريالونجمون جينيتيك اللي ريناها قبل، تكون على الاول دوبل نيجاتيف، بعد تولي دوبل بوزيتيف، واخيرا تولي سي دي 4 بلس ولا سي دي 8 بلس. اين فوا كملت هالبوزيتيف سيلكشن ونتعرفت على موليكول ام اتش سي تيب 1 ولا موليكول ام اتش سي تيب 2، اذا كانت عرفت على تيب 1 تولي سي دي 8، اذا كانت عرفت على تيب 2 تولي دونك سي دي 4. دونك الاختصاص نتاع لامفوسيتي هو حسب شنو تتعرف على، حسب شنو تحب هي به. اون فوا اختصت ولا سي دي 4 بلس ولا سي دي 8 بلس، باش نعديها على البروسيسوس نتاع نيجاتيف سيلكشن
دونك نشوف اسكو انا بوزيتي يتعرف لي على دي بيبتيد اترونجير خاطيني ولا يتعرف على البيبتيد نتاعي. اذا كان يتعرف على البيبتيد نتاعي لازمني نحشو به. لو بروبليم اللي هو هوني هو انه في التيموس عندك لي زونتيجين نتاع التيموس. اور الليمفوسيتي اون فوا تكمل فورماسيون تاعها باش تخرج من التيموس ماش باش تقعد في التيموس، باش تمشي للكور، باش تمشي للانتستان، باش تمشي لل دونك لاي بلاصه. وغادي عندك دي بروتين اللي هما ماهوماش نفس لي بروتين نتاع التيموس، باش تلقى في باش تلقى بروتين نتاع اكتين في الكور، باش تلقى بروتين نتاع ميوزين في الكور، باش تلقى دي بروتين اللي هما ماهوماش موجودين في التيموس. بما يعني انه نجم نكون هوني نصنع اللمفوسيت اللي هو يتعرف لي على البروتين نتاع الكور، يتعدى هوني البوزيتيف سيلكشن امور مريقله، ومن بعد يتعدى النيجاتيف سيلكشن امور مريقله على خاطره يتعرف على لونتيجين اللي هو موجود كان في الكور مش موجود في التيموس، ويخرج لي بعد ويمشي حشد الكور. جاب ربي عنا ان بروسيسيوس اللي هو ما يخليش هذا يصير. شنو هو البروسيسيوس هذا؟ اون فيت هلي سيلول ابيتيليال باش يخدموا كوم سيلول بريزونتاتريس دونتيجين، باش يبداو بريزونتيو لي زونتيجين، اما ماهوماش باش يبريزونتيو جوست لي زونتيجين نتاع التيموس، باش يبريزونتيو زادا لي زونتيجين نتاع بدنك الكل. فينالمون الادين اللي موجود في كل سيلول من لي سيلول نتاعك ينجم اكسبريمي لي بروتيين نتاع بدنك الكل، جست انه لي سيلول يختصوا يعملوا ديفرونسياسيون، كل وحده تختار ان هي تكسبريمي لي بروتيين نتاع المخ ولا البروتيين نتاع الكور ولا البروتيين كذا. ولكن لي سيلول هذوما ابيتيليال نتاع التيموس بدلوا التخصص نتاعهم ولاو يكسبريميو لي بروتيين نتاع بدن الكل، وهذا عنده اهميه كبيره. علاش؟ خاطر هي اون فيت باش توري لي لامفوسيتي اللي هما في التكوين باش توريهم لي زونتيجين نتاع بدنك الكل، باش تعملهم بوفيه نتاع دي زونتيجين. هو تفضل من هوني، عندك هوني البروتين نتاع الكل، من هوني عندك البروتين نتاع الانتستان، من هوني عندك البروتين نتاع يدك، ما نعرفش جديد نابورت كوا. معناها اذا كان اللمفوسيتي تجي تحب تاكل اللمفوسيت دونك الانتيجين نتاع يدك ولا الانتيجين نتاع الكور نتاعك، وقتها تقول لا 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 انت لازمك تموت على غالب. افكتيف مو هذا شنو تعمل دونك لي سيلول تيميك هذوما، هذا شنو يعملوا؟ دونك يحطوا البوفيه قدام اللمفوسيتي، واللمفوسيتي اللي جيت تحاول تاكل على راسها. هذا يسير. دونك كيفاش لي سيلول تيميك هذوما ينجموا اكسبريميو لي بروتين نتاع بدنك الكل؟ فما فاكتور نتاع ترانسكريبسيون نسميوه ار. الفاكتور هذايا نتاع ترانسكريبسيون هو يمكن لي سيلول تيميك ان هما يكسبريميو بوفي دونك هم دي بروتين تاع بدنك الكل. وديجا شنو يثبت لنا لانه ليفيكاسيتي نتاع الفاكتور نتاع ترانسكريبسيون هذايا انه فما عباد ديفيسيتير فيه. وشنو يعملوا العباد هذوما؟ يعملوا دي باثولوجي اوتو ايمون. اوكي دونك يعملوا اون باثولوجي اوتو ايمون تم نقراها في كور اخر، اللي هي علاش تصير؟ على خاطر ان فوا الفاكتور ترانسكريبسيون هذا يتحش لي سيلول تيميك ماش اكسبريميو لي زونتيجين نتاع بدنك الكل، تولي لامفوسيتي جوست تشوف لي بروتين نتاع التيموس، وتنجم تكون مثلا تتعرف على اللونتيجين الموجود في الانتستان تاعك وتولي تمشي تتاكيلك الانتستان تاعك. ان شاء الله نكون عاونتكم.